بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي وفقنا ومن معنا لأن نكون في هذا الجوار الطاهر وفي هذا المكان المعظم وفي خدمة مولانا أبي الفضل العباس عليه آلاف التحايا والسلام، وخدمة القرآن الكريم في هذه الليالي المباركة. نعم أيها الأحبة، نحييكم في هذا الملتقى القرآني، حيث المسابقة القرآنية الفرقية بنسختها 9. وصلنا وإياكم إلى أولى حلقاتنا من المرحلة الثانية، مرحلة التسقيط الفردي. يعني هذه المرحلة كل حلقة بها فريقين، فريق واحد في نهايتها راح نتعرف عليه يتأهل إلى مرحلة النصف النهائي، والفريق الآخر يغادر المسابقة. ويانا بهذه الحلقة ومن خلال القرعة من الذين تأهلوا إلى هذه المرحلة بغداد، الرصافة الأحبة، وكذلك الأحبة في بغداد ألف وتحديداً معهد القرآن الكريم. نرحب أجمل ترحيب بلجنة الخبراء بهذه المسابقة، بدءاً برئيسها فضيلة الشيخ الدكتور باسم العابدي، حياكم الله، وتحية طيبة إلى كل أعضاء هذه اللجنة، وتحية طيبة أيضاً إلى إدارة قسمنا الموقر متمثلة بمعاوني رئيس قسمنا قسم المجمع العلمي للقرآن الكريم. إذن على بركة الله نبدأ بالسؤال الأول، وهو للجمهور الكريم وكالعادة. نعم، من هو القارئ للجمهور الكريم؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. نعم، صوت عراقي معروف، بإمكان الأحبة اللي جالسين أو الزوار أن يجيبوا عن هذا السؤال، من هو القارئ، بالقصاصات اللي توزع على حضراتكم. وفي ختام هذه الحلقة راح نقدم لكم هدية مخطوطة قرآنية تخط أثناء هذه المسابقة بأنامل خطاط العتبة العباسية المقدسة السيد كرار الموسوي من المجمع العلمي للقرآن الكريم. نأخذ شارة البدء والإذان من أستاذنا وحبيبنا ومربينا أبونا العزيز خادم القرآن وخادمي أبي الفضل العباس عليه السلام، ممثل إدارة العتبة العباسية المقدسة وعضو مجلس إدارتها، الحاج الأستاذ جواد الحسناوي. نستأذنكم حجينا وحياكم الله وصيام مقبول إن شاء الله، ونبدأ بتعريف فريق بغداد، تفضلوا. الحافظ الجوادين علي، حياكم الله. القارئ أحمد الدلفي، أهلا ومرحبا. المهتم بالتفسير جليل يونس مطشر، أهلا ومرحبا، حياكم الله. وأيضا فرع بغداد لمعهد القرآن الكريم، حياكم الله، نتعرف عليكم، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. المهتم بالتفسير نزار عدنان الأعرجي، حياكم الله سيد. أحمد محمد رؤوف من محافظة بغداد، فقرة التلاوة، حياكم الله. على الحفظ حسين محمد شلال، حياكم أهلا الله. أهلا ومرحبا بكم. إذن السؤال الأول لفريق بغداد باء، فريق بغداد الرصافة. وقبل أن تطرح سؤال سيدنا، نذكر المشاهدين وأيضا الحضور معنا من الفرق بأن في هذه المرحلة أسئلة جديدة وطرق أخرى للتنافس بين الفريقين في هذه العتبة التي نتقدم نحو النهاية فيها. نعم، ورح نذكر لكم إياها ونشرحها لكم بالأثناء إن شاء الله تعالى. إذن السؤال الأول من ضمن التفسير، أوجز القول في بيان المفردة القرآنية والرقيم في قوله تعالى بالآية اللي أمامك، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الرقيم هو الكتاب الخشنة، والرقيم يقال إنها منطقة التي يقع فيها الإلغار، والرقيم قالوا إنه لا غير أصحاب الكهف، وإنما مجموعة أخرى لهم قصة أخرى. شكرا لكم. نعم فضيلة الشيخ تفضلوا. أحسنتم مولانا. الرقيم هو بمعنى الكتاب، وهو لوح ذكر فيه قصة أصحاب الكهف. طبعا هذه الآية، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، هي جزء من قصة أصحاب الكهف. وكما هو معلوم كل القصص التي ذكرت في القرآن الكريم
ذكرت لأجل العبرة، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والعبرة من القصة مجملها قصة أصحاب الكهف التي يمكن الاستفادة منها هي أن عبرة الهجرة والثبات والمدد الإلهي، وعليه لا ينبغي عند الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى الالتفات إلى أي شيء من مكان أو زمان أو غير ذلك. أحسنتم، أحسنتم شيخنا. السؤال أيضا للفريق الآخر، فريق معهد القرآن الكريم في بغداد. السؤال سيكون من سورة الحجر المباركة: أوجز القول في بيان المفردة القرآنية فاصدع، في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع أصلها من الصدع. نعم. والحركة أو التفتت أو الصدع هو انفجار الحجر، أو وهنا تأتي بمعنى أنه تأمر النبي صلى الله عليه وآله أن يبث هذا الدين وهذا الأمر ويعرض عن المشركين في محاربتهم، ولكن يقوم بما أمره الله سبحانه وتعالى من بث هذا الدين، ولكن بما يمليه عليه الله سبحانه وتعالى. أحسنتم، تفضل وصل الشيخ. أحسنتم سيدنا، الإجابة صحيحة. طبعا هنالك إشارة في هذه الآية: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. في هذه الآية بدأ الانطلاق والتحول من الدعوة السرية إلى الدعوة العلنية، فالصدع يأتي بمعنى الشق ويأتي بمعنى الإبانة، فعليك أن تبين إلى الناس. وفيه إشارة أخرى إلى أن المبلغ وصاحب الرسالة وصاحب الهدف السامي عليه أن لا ينتبه لما يثيره مناوئوه في هذه الرحلة، فلذلك قال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. أحسنتم، إجابة صحيحة. أحسنتم، شكرا لكم. إذن وصلنا وإياكم إلى التلاوة. النص اللي أمام الأحبة نص موحد، اقرأ النص الآتي يا فريق بغداد الرصافة من سورة البقرة المباركة بمقام أنها وند على أن يتضمن عشاق مصري. تفضل. يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله. صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أحسنتم، أحسنتم، طيب. نعم. الله أنفاسكم. نفس النص الظاهر على شاشتكم وبنفس السؤال، اقرأه بمقام النهاوند على أن يتضمن عشاق مصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة
قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم، شكرا جزيلا لكم. أستاذ علي البياتي تفضل. ما شاء الله تعالى، كان أداء القارئين أداء جيدا. استمعنا إلى القارئ الأول من محافظة بغداد الرصافة، قد أدى مقام النهاوند وما طلب منه من فرع العشاق المصري بصورة جميلة جدا وجيدة جدا، إلا أن هنالك كان شيء من التكلف ألقى بظلاله، يعني بخلل بسيط صار في كلمة الصلوات، لكن إجمالا الأداء كان جيد جدا. القارئ الآخر المشارك من محافظة بغداد معهد القرآن الكريم كان أداؤه أيضا جيد، ولكن هنالك شيء من الارتباك، هذا الارتباك أدى إلى أن يكون غير مرتكز وغير مستقر في الأداء. نأمل له التوفيق إن شاء الله تعالى في المراحل المقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا. نعم ملا عمار، إذا عندكم ملاحظات بما يخص الصوت. نعم، حياكم الله سيد الجليل، طيب الله أنفاسكم. شكرا للقارئين الكريمين على هذا الأداء الجميل، وكلما ترتفع المنافسة ترتفع لدينا نسبة جمالية الأصوات ونسبة الأداء الجميل. أديا أداء جميلا وكان ارتكازا صوتيا جميلا لدى كل القارئين، إلا هنالك حدثت مشكلة في الدرجة الصوتية عند الانتقال إلى العشاق المصري لدى كلا القارئين، وكذلك القفل عند القارئ العزيز لم يكن مستقرا في الصوت. والجميل عندما يأتي بفرع من الفروع داخل المقام، أي ألا يجعلنا نحس بتلك الانتقالة، كأن يكون هنالك فن وإتقان جميل عندما ينتقل إلى العشاق المصري، وهذه تعتمد على براعة القراء الكرام. شكرا لكم، أتمنى لكم الإبداع في المراحل المقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. وصلنا وإياكم أيها الأفاضل إلى فقرة جديدة، وعلى ما أظن بالفرقية أيضا لأول مرة، راح يشرحها حكم الحفظ بهذه المسابقة الشيخ ماهر الحميري، ويقود هذه الفقرة للفريقين. أحسنتم، حياكم الله. فقرة الحفظ ستكون مطاردة ببدايات الآيات، يعني فقط تذكر أول كلمتين، أول ثلاث كلمات، بعد ما نطرح السؤال بشكل تام كامل عليكم يبدأ الفريق المعني بقراءة بداية الآية التي تلي السؤال، وهكذا الفريق الذي بعده يقرأ بداية الآية ثم بداية الآية، وهكذا إلى أن ينتهي الاختبار. إيش قد زمن التأخر للتفكير؟ بإمكان الحافظ في التفكير 3 ثواني فقط. نعم، 3 ثواني ينقص منه، يخصم منه نصف الدرجة. بعدها تجاوب حضرتك. 5 ثواني. خمس ثواني راح نجاوب على السؤال، نجاوب على السؤال ويخصم منه الدرجة كاملة. تمام، شكرا. إذن تفضلوا بطرح السؤال. كما نرجو من كلا الفريقين ألا يقرأ الآية التي تليها إذا فهم أن الحافظ المقابل قد أخطأ في بداية الآية، يعني ما يكمل، ينتظر. نعم، إلى أن نصحح، لأن راح تكون فيها هي سرعة بديهة كما. إذن نحن وإياهم بانتظار قيادتكم لهذه الفقرة إن شاء الله. تفضلوا شيخ ماهر. السؤال من سورة الأنعام المباركة صفحة 145. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. بغداد الرصافة، تفضل. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام. أحسن. وجعلوا لله، هذه تكفي، وجعلوا لله. أحسنت. وكذلك زين لكثير. نعم. أحسنت.
وقالوا هذه أنعام وحرث. أحسنت. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام. شيخ ما تفضل بغداد الرصافة. فريق الآية التي تليها تفضلوا. نعم الآية التي تليها. قد خسر الذين قتلوا أولادهم. نعم يكفي. نعم صنت. فريق بغداد. وهو الذي أنشأ جنات. نعم يكفي. ومن الأنعام حمولة وفرشا. نعم. ثمانية أزواج. نعم. ومن الإبل اثنين. نعم صنت. ومن الإبل اثنين. قل لا أجد. نعم. وعلى الذين هادوا حرمنا. نعم صمت. فإن كذبوك. نعم. سيقول الذين أشركوا. نعم. قل هلم شهداءكم. قل فلله الحجة البالغة. أحسنتم. انتهى الاختبار. أحسنتم. حيهما بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني بالحقيقة هذه من الأمور من مهارات الحفظ ليست بالسهلة تماماً. نعم إذن وصلنا وإياكم أيها الأحبة إلى سؤال تفسيري. ما هو الفرق يا فريق بغداد الرصافة؟ ما هو الفرق بين الإسراء والسير؟ الإسراء هو المسير ليلاً والسير المسير نهاراً. نعم شيخ جواد تفضلوا. الإجابة صحيحة. طبعاً وردت هذه اللفظة في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي هذه الآية مجموعة من الإشارات اللطيفة. الإشارة الأولى كان الانطلاق هو في الليل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فيظهر أن أفضل أوقات التقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو الليل. وكذلك كان الانطلاق من المسجد، فلا بد أن تكون المساجد هي ركيزة ومنطلق لكل أعمال الخير لا فقط للصلاة والصيام وغيرها. أحسنتم. إجابة شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. السؤال لفريق بغداد معهد القرآن الكريم، سؤالكم يقول ما هو الفرق بين الإسراف والتبذير؟ نعم الإسراف ما أنفق الإنسان ولا يكلفه ذلك، أي الإسراف أن يبذل الإنسان شيئا على نفسه وهو مستطيع أن يبذل أقل منه. أما التبذير فهو الإنفاق في غير محله. فالتبذير مثلا أن يعمل وليمة لعشرة أشخاص وهم اثنان. أما الإسراف فهو أن يلبس ملابس فاخرة لنفسه وهو مستطيع أن يلبس أقل منها قيمة. فضل شيخنا. شكرا لكم. نعم فضيلة الشيخ. أحسنتم. الإجابة يعني شبه تامة. ببساطة الفرق بين الإسراف والتبذير كليهما هو خروج عن حد الاعتدال. الاعتدال لا يكون فيه لا إسراف ولا تبذير. خروج عن حد الاعتدال هو الإسراف والتبذير. الإسراف هو خروج عن حد الاعتدال ولكن من دون أن يخسر شيء. يعني مثلا يلبس فرد ثوب باهظ الثمن فما خسر شيء آخر غيره. أما مثلا التبذير هو خروج عن حد الاعتدال مع الخسران. مثلا يعمل وليمة لعشرة أشخاص والضيف هو ضيف واحد أو ضيفين مثلا. فهذا الفرق الأساسي بينهما. شكرا جزيلا لكم. نعم وصلنا وإياكم إلى فقرة جديدة بهذه المرحلة، المرحلة الثانية، مرحلة التسقيط الفردي. نص من الأدعية المأثورة موحد للفريقين. راح نبدأ مع فريق بغداد الرصافة. النص اللي أمامك تفضل واقرأ بأي مقام وأي طريقة تشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن.
والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا. أحسنتم، طيب الله أنفاسكم. نفس النص من الدعاء الشريف، اقرأه يا قارئ فرع بغداد من معهد القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا. أحسنتم، شكرا لكم. طيب، نعم أستاذنا وحبيبنا ملا عمار الكناني، تفضلوا. طيب الله أنفاس الجميع، وأحسنتم، جزاكم الله خير جزاء المحسنين. لكل القراء الكرام المشاركين معنا في هذه الفقرة وفي هذه المرحلة، يجب أن نميز بين المديح وبين الدعاء وبين التلاوة وبين الإنشاد في قراءة الدعاء. حقيقة عندما نستمع إلى القارئ العزيز عيشنا أجواء الدعاء حقيقة، وجعلنا ندخل في أجواء صاحب العقل والزمان بصوته الجميل وهذه الطريقة الجميلة الأكاديمية البعيدة عن الزخارف اللفظية والزخارف الصوتية، عيشنا أجواء الدعاء. أحسنت. بالنسبة للقارئ الكريم، صوته أيضا جميل وأداؤه جميل، ولكن خرج عن أداء الدعاء
بما هو دعاء، تحول في نهاية إلى مدح وإلى أشبه بطريقة التلاوة وأشبه بطريقة المديح، إلا أن صوته جميل وأداؤه أجمل إن شاء الله. شكرا لكم سيدنا. شكرا جزيلا لكم. كان يفترض نأخذ استراحة ولكن لضيق الوقت نذهب إلى إكمال مجريات هذه الحلقة، فنتحول بالأسئلة إلى هذه الجهة. إذن السؤال في فقرة جديدة من فقرات التفسير لهذه المرحلة هي فقرة ما دلالة. السؤال يقول: ما هي دلالة كلمة الفتية في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، من سورة الكهف المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة الفتية هنا في هذه الآية هم أهل الكهف الذين هم وزراء الملك دقيانوس، وكانوا كهولا ولكنهم يمتلكون من القوة والشباب الدائم والهمة والعزيمة على ترك المجتمع الفاسد والجاهل والخروج إلى مكان مظلم ومؤذي، وكانوا يريدون خلاص دينهم من الجبار دقيانوس. وأيضا يدل الفتية كما قال الإمام الصادق عليه السلام أنهم كانوا كهولا ولكنهم بإيمانهم كانوا فتية. نعم فضيلة الشيخ تفضلوا. أحسنتم، الإجابة صحيحة. طبعا وردت الفتية في هذه الآية، وين كان الاستعمال العام لها بأنه بمعنى الشاب، ولكن هنالك استعمالات كثيرة كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في هذه الآية يعني تأتي بمعنى الرجولة والشهامة، فلذلك كانوا كهولا وسماهم القرآن فتية. وهنالك إشارة أخرى إلى أن القرآن يشير إلى قضية في هذه الآية: إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، إلى أنه لأجل الحفاظ على الدين لابد من الهمة والهجرة ولو إلى مكان آخر وترك الرفاهية وكل زينة الدنيا. وكذلك إشارة أخرى إلى أنه لابد أن يكون هنالك دعاء مقارن إلى السعي إلى العمل، فذلك فيه تأثير كبير، لذلك قالوا ربنا آتنا إضافة إلى سعيهم إلى الهجرة. أحسنتم، شكرا جزيلا لكم. نعم الأحبة فريق بغداد الرصافة، سؤالكم يقول: ما هي دلالة أزكى طعاما في قوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أزكى طعاما في هذه الآية المباركة يعني أطهر طعاما من باب الحلية، بس هي بالمعنى الآخر تشمل مو فقط الطعام وإنما العقيدة، الأعمال، الدين، الإنسانية، الأخلاق. لابد الإنسان دائما يكون يزكي نفسه في سبيل ثباته على الدين. نعم شكرا لكم. فضيلة الشيخ جواد. أحسنتم، الإجابة صحيحة. وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى أن المؤمن لابد أن ينظر إلى الطعام الزاكي والطعام الحلال والطاهر، ولا ينظر إلى الكم والنوع وغير ذلك من أنواع الطعام. أحسنتم، شكرا جزيلا. أحسنتم. إذن إضافة جديدة ضمن نعم. هذه المرحلة، فقرة جديدة وإضافة جديدة ضمن هذه المسابقة. أستاذ علي البياتي، إذا ممكن تشرح لنا بشكل مختصر عن هذه الفقرة. فقرة اقرأ بأسلوبي هذا القارئ. لدينا مجموعة من القراء الكبار من مدارس التلاوة، المطلوب من القارئ الكريم أن يقرأ لنا بأسلوب هذا القارئ، أن يؤدي مناطق الانخفاض والمناطق العالية كما يؤديها، المناطق التي فيها تحرير يعني للعربات للصوت قدر الإمكان أن يؤديها، لا يوجد فيها إلزام حتى لا يكون هنالك تقليد صرف 100%، قدر الإمكان أن تحاكي هذا القارئ بما تستطيع. شكرا جزيلا. إذن نبدأ مع فريق بغداد معهد القرآن الكريم، اقرأ بأسلوب الشيخ محمود علي البنا هذا المقطع الذي سيعرض عليكم. طبعا سؤال موحد للفريقين هو. وإن قال إبراهيم ربي
فريق بغداد، تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعم، نسمع المقطع مرة أخرى أو نسمعه لفريق بغداد الرصافة حتى نسمع منهم محاكاة هذا القارئ الشيخ محمود علي البنا. فريق الرصافة تفضل. يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعم، شكرا جزيلا لكم. أبو حسين تفضل. أحسنتم، كان الأداء فيه تفاوت حقيقة. نعم، يعني نسبة المحاكاة لدى الفريق الأول نقدر نقول 50% تقريبا، يعني كانت محاكاة بجزء من النغمة وليست النغمة كاملة. أما بالنسبة إلى الفريق الثاني لا، أداه بنسبة عالية نقدر نقول 80% بهذا الحد تقريبا، وإن كنا نطمع أن نسمع أكثر من ذلك من إن شاء الله، خصوصا وأن المقاطع اللي أعدت لهذه الفقرة معروفة جدا. نعم نعم، شكرا لكم. أحسنتم. طيب الله أحفظكم. شوف من العمار إذا عدم ما عدم الأحظ. عندي ملاحظة بسيطة، أقول كلما تكون مجتمعاً جيداً أحسن. كلما تكون مؤدي جيداً فعلاً، فهذه الفقرة بالذات تعتمد على الاستماع الجيد، مدى سمعك الجيد تؤدي جيداً. شكراً سيدنا. أحسن. عبارة عن دورة كاملة طبعاً هذه الملاحظة. نعم. شكراً جزيلاً لكم. عفواً سيدنا. فقرة جديدة وجميلة جداً بهذه النسخة من المسابقة القرآنية الفرقية، تفضل شيخ ماهر اشرحها لنا وقودها. أحسنتم. فقرة رواية وآية. نقرأ عليكم رواية رويت عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن خلال المعنى نطلب منكم أن تقرأوا مقطعاً قرآنياً يتضمن المعنى الذي ورد في هذه الرواية، مقطعاً وليس آية، قد لا يكون المطلوب آية بكاملها، المقطع الذي تشير إليه الرواية. ثم بإمكان الفريق المقابل يطرح السؤال على فريق الرصافة مثلا، بإمكان فريق بغداد معهد القرآن الكريم نقول خطف الإجابة، يضغط على الزر ويجيب ضمن الوقت، يخطف الإجابة من فريق الرصافة
ويحصل على 5 درجات من 10، وإذا لم يجيب سيخصم منه درجتين أو درجتان. نعم. واضح إن شاء الله؟ واضح. وبعد ذلك نرجع للفريق الأصل أو نبقى نعم على إجابتكم؟ نعم، والعكس بالعكس، نرجع إلى الفريق الثاني وهكذا. نعم. كان الفريق المقابل خطف الإجابة. إذن السؤال الأول للأحبة، فريق بغداد ألف، اذكر مقطعا قرآنيا يتضمن المعنى الذي تفهمه من الرواية الآتية عن أبي جعفر عليه السلام. نعم، قال: خلقهم حين خلقهم مؤمنا وكافرا وسعيدا وشقيا، وكذلك يعودون يوم القيامة مهتد وضال. ثم يقول عليه السلام: من خلقه الله شقيا يوم خلقه كذلك يعود إليه، ومن خلقه سعيدا يوم خلقه كذلك يعود إليه سعيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الشقي شقي في بطن أمه، والسعيد سعيد في بطن أمه. نعم، تفضلوا. فالسؤال الفريق بأكمله ضمن الوقت أيضا، قدرون تشاورون بيناتكم. نعم، ضمن الوقت. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نعم، 5 ثواني بقت. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. انتهى الوقت. نعم شيخ ماهر. أحسنتم، الإجابة كما بدأكم تعودون: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. نعم، شكرا جزيلا. إذن السؤال للفريق الثاني، سؤالكم يقول: اذكر مقطعا قرآنيا يتضمن المعنى الذي تفهمه من الرواية الآتية عن مولانا أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: أما المؤمنون فترفع أعمالهم وأرواحهم إلى السماء فنفتح لهم أبوابها، وأما الكافر فيصعد بعمله وروحه حتى إذا بلغ السماء نادى مناد اهبطوا به إلى سجين، وهو واد بحضر موت يقال له برهوت. نعم، فريق بغداد الرصافة، أجب. ضغطت على الجرس، أجب. فما يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل أحسن صدره ضيقا. نعم، حرجا كأنما يصعد في السماء. إجابة خاطئة، نستمر خطفها مع الفريق. من فريق. نعم، الرصافة. ننتقل إلى الرصافة أو تجيبون؟ نعم، رصافة. ننتقل للرصافة، جاوب ضمن الوقت. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم والذين شيخ ماهر، أجب. أحسنتم، الرواية تقول: المؤمنون ترفع أعمالهم وأرواحهم إلى السماء فتفتح لهم أبوابها، وأما الكافر فيصعد بعمله وروحه حتى إذا بلغ السماء نادى مناد اهبطوا به إلى سجين، إلى آخر الرواية. فهذا يعني أن الكافر لا تفتح له أبواب السماء، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. أحسنتم. نعم، شكرا لكم. أحبتنا الكنترول إذا تابعون ويا أحبتينا. إذن وصلنا إلى أسئلة السرعة. نعم، إذا على هذا راح يخسر الفريق درجتين على نعم حسب فريق بغداد خسر درجتين لأنه خطف الإجابة. نعم. نعم. إذن إلى أسئلة السرعة، ممكن تحدد اللي راح يتأهل إلى النصف النهائي والفريق الآخر يخرج مثل ما قلنا لكم في هذه المرحلة، هكذا هو القانون. السؤال الأول: ما هو المقام بالطريقة العراقية؟ سؤال موحد للفريقين. نعم. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم. نعم يا الله. فريق بغداد، مقام المخالف. مقام المخالف. نعم الرصافة، شو تقولون؟ مقام البيات. أحسنت، عتابة البيات. ها؟ عتابة البيات. عتابة بيات؟
نعم المخالف هي الإجابة الصحيحة لفريق بغداد ألف أو فريق بغداد معهد القرآن الكريم. نعم ننتقل بكم إلى سؤال سرعة آخر، وهذا السؤال سؤال جاء معنا من المرحلة الأولى لكن فيه تركيز أكثر لأن المخطوطة راح تكون أكثر حرفية هذه المرة. إذن المخطوطة. نعم الآن المخطوطة أمامكم والجرس أمامكم أيضا. نعم فريق بغداد ألف تفضل. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. عيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والله هو ما حد يقدر لك سيد بس يمكن غلط. نعم فريق بغداد بعدكم حتى ما شفتوها ها. إجابة صحيحة لفريق بغداد معهد القرآن الكريم، الإجابة صحيحة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وصلنا إلى السؤال الأخير بهذه الحلقة والذي سيكون حاسما. نعم ممكن يكون حاسم إذا أكو تقارب بالدرجات. من هو القارئ للفريقين؟ وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. نعم فريق بغداد الرصافة. قارئ علي محمود. يا عيني علي يكون نقصك 10 درجات على سرعة الجرس بعد ما بدأوا ضغط الجرس. نعم فريق بغداد ألف. منصور الشام الدمنهوري. أحسنتم حيهم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. شو صلواتكم باردة؟ ما مقتنعين بالقارئ ما مقتنعين بالإجابة. سيد قبل لا تعلن الإجابة إيه؟ خلونا نسأل الجمهور. يلا نسأل فلاح زليف. يلا سؤال للجمهور، من هو القارئ؟ من هو نعيد القارئ؟ لكم القارئ. يلا نعيد القارئ. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. إيه نعم محمد شهيد. أحسنت. هو تقريبا كل قراء مصر أكو بيهم محمد، لو اسمه لو اسم أبوه، فمحمد خلصنا منها، بقى فريد السنديوني. إجابة صحيحة لمحمد عبد الشهيد ولكن للأسف ما صعدته. نعم إذا الإجابة الصحيحة هو محمد فريد السنديوني. لحظات تفصلنا عن إعلان نتائج هذه الحلقة حتى نتعرف على أول المتأهلين إلى المرحلة القادمة. حياكم الله أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى اللحظات الأخيرة من زمن هذه الحلقة اللي راح تحدد نتائجها اللي يتأهل ويانا يعني إما بغداد الرصافة أو بغداد معهد القرآن الكريم. نعم قبل إعلان النتائج أن نعم. طريقة التصفيات في المرحلة الأولى كانت طريقة الدرجات، هذه المرة سيكون التصفيات فردية. فعلا اللي ياخذ درجة أعلى هو اللي يتأهل والآخر يغادر المسابقة. نعرض سؤال الجمهور حتى نجيب عنه، وأيضا هناك هدية تقدم له من العتبة العباسية المقدسة. يتفضل لإجراء القرعة إلى أن يعرض هذا الصوت فضيلة الشيخ الدكتور باسم العابدي رئيس اللجنة، لجنة الخبراء بهذه المسابقة. حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله شيخنا، أهلا ومرحبا، صيام مقبول. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. نعم الإجابة الصحيحة الراحل الشيخ نامق مصطفى ممن شارك أيضا بالمسابقات العديدة اللي كانت تقام ضمن الفريق اللي كان يقوده، هذا الفريق العملاق اللي كان يقوده أستاذنا وحبيبنا الشيخ باسم العابدي. نعم شيخنا صدتم شيخ. الفائز قرأت له الفاتحة رحمة الله على روحه. إحسين علي خلف. إحسين علي خلف. نعم حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياك الله. أهلا أهلا أهلا. مستعجل مستعجل حسوني. أهلا شونك؟ أنت اسمك
حسين انا اقول صحيح؟ شلون عرفت؟ هلا شنو الموضوع سيد؟ شلون عرفت حسين؟ بيا صباباتي راب شو مستعجل وقف ويا وقف اذا انت بن علي خلاص؟ طبعا هم عرفت اني التليفون على يلا حبيبي موفق ان شاء الله شكرا براحتك هسه براحتك هسه براحتك والله نظارات حبيبي يا اهلا ومرحبا حياكم الله شيخنا شرفتونا اهلا ومرحبا شيخنا اذا كانت هذه هديه الفقرة الخاصة بالجمهور اللي هي فقرة من هو القارئ مخطوطة خطة أثناء فترة المسابقة من قبل خطاط هذه الحلقة وخطاط برنامجنا السيد كرار الموسوي حياكم الله نريد ندعو شيبة مباركة بهذه المسابقة لتكريم الفائز بهذه الحلقة أبونا العزيز خادم الثقلين ممن ربى خير تربية الحاج أبو سراج حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حياك الله عجينا اهلا ومرحبا شرفت ابو لال اما اعلان النتائج بهذه الحلقه فريق واحد راح يتاهل الى المرحله القادمه الرصافه ام بغداد معهد القران الكريم الجمهور الكريم الحاضر ويانا منو يتوقع فريق بغداد الرصافة هو اللي راح يتأهل إلى المرحلة القادمة من يقول فريق بغداد ألف أو فريق بغداد معهد القرآن الكريم نعم محمد عبد الشهيد رافع عيده حتى لو أقول اثنيناتهم خسرانين هم يرفع عيده نعم فريق معهد القرآن الكريم يحصل على المركز الثاني يعني تعرفونها عرفولها العام لازم تبدل الطريقة انكشفت نعم فريق بغداد معهد القرآن الكريم يحصل على المركز الأول قبل كم سنة صحيح أما فريق بغداد الرصافة هو المتأهل إلى المرحلة الثانية اللي نحن بها الآن ويغادر المسابقة بحصوله على 84 درجة ونصف الدرجة أما فريق بغداد ألف معهد القرآن الكريم فقد حصل على 86 درجة وثلاثة أرباع الدرجة حيوهم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد إذن بهذا أيها الأحبة يكون فريق بغداد معهد القرآن الكريم متأهلا إلى المرحلة النهائية نصف النهائي نعم. مرحلة نصف النهائي في هذه المسابقة توفيق إن شاء الله إذن ملتقانا وإياكم وحلقة جديدة ضمن هذه المرحلة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته